يعني انا كنت هو صغير، كنت بوحدي وهذيك خيريه لحقاش هذيك مدينه صغيره، كلشي الحمد لله بعائلته الا انا بوحدي سبحان الله العظيم. مشيت عندهم تصدمت، لقيت صدمه اخرى اخويا، يعني هذه الصدمه الكبيره، يعني بقيت نبكي كنقول اللهم نموت احسن ليا، احسن ليا ما نشوف هذاك المظهر. يعني لقيت الام مسكينه مريضه وقالت لي سير بحالك، عطاتني جوج كلمات قالت لي سير بحالك. وسولت اخويا قلت لي واش انا هو ولدك، قالت لي بقات تشوف فيا، عرفتها من عيني عرفتها انا امي، انا حسيت بها، ولكن هي ما بغاتش تعبر لي على حتى حاجه، يعني بحال هذاك جدي دابا باقي ضغط عليها حد الان. والله اخويا ما عمرني عرفت الاستقرار، انا بعدا ملي تزاد في كرش امي ما عمرني استقرار، الزنقه عاوتاني فاش قريت الحمد لله كنت شويه مستقر شويه عاوتاني الزنقه، واكبر تشرد هو فاش كبرت. وعليكم السلام، اسم حامد بن شريف، مزداد بخميسات. انا نهار يعني نهار حليت عيني اخويا لقيت راسي في الخيريه، وواحد القصه شويه معقده. دابا واحد جدي جرى على الام ديالي ولحني انا بالخيريه، وهي المهم تشردنا من تما، جات واحد الجمعيه اخرى هي اس او اس فيلاج، حتى هي خيريه وغير، وداونا الحسيمه الحمد لله خويا، قرينا تما ابتدائي كان كلشي بخير الحمد لله. واخا بشويه شحال دوزتي؟ قرج واحد شويه المكرو عندك شحال دوزتي بالخيريه ديال الخميسات؟ ويا دوزت تقريبا غا عامين تمايا. انا كنت صغير ما عقلتش. كنت صغير ما عقلتش على كيفاش دوزتي الخيريه. لا عقل كيفاش كانت؟ كانوا لداخل تعدو، المهم انا نهار عقلت على راسي تعدو، كيتعداو علينا تما، يعني انا كنت هو صغير كنت بوحدي وهذيك خيريه لحقاش هذيك مدينه صغيره، كلشي الحمد لله بعائلته الا انا بوحدي سبحان الله العظيم، سبحان الله انا بوحدي تما بخيري باغي صغير، وكانت تشدوني الموظفه كيعطوني العصا مزيان، يعني ما كانتش الرحمه والشفقه، يعني ايام عصيبه شويه. شحال كان في العمر ديالك تقريبا؟ خمس سنين. خمس سنين كنعقل على راسي 5 سنين، وكنت كنهرب لهم من تمايا كنمشي نخرج للشارع، مسكين واحد خينا واحد مول المحلابات يقول لي اجي تاكل عندي، انا ما يعني ما تخاف من والو، لا كانوا كيتعداو عليك تما اجيو عندي هنايا، ولكن راه كترجع عندهم تما ضروري ترجع، لحقاش ما عندك ضروري فين غاتبات. جات مشيتو للحسيمه؟ المرحله الثانيه جات واحد الجمعيه اخرى داونا الحسيمه، ملي وصلنا الحسيمه الحمد لله عشنا تما يعني واحد الظروف زوينه، غير هي لقيت واحد الام شويه قبيحه سبحان الله دائما زهري بحال هكا. واش ام ديالك ولا لا؟ غير مربي انا هذيك. يعني الاستاذات ولا المعلمات كيكونوا كتسميوهم ام؟ كيقولوا لكم حنا ام؟ لا تيقول لك هذيك هي ام ديالك، وراه غا وهم هذاك راه ماشي ام ديالك، يعني هي كتخلص كيخلصوها هي كتسنى. دابا شنو وقع لي مع هذيك الام؟ دابا هذيك الام الصراحه انا ما نكذبش عليك كانت تتعدى علينا مزيان، صور بريز ديال الضو والعصا، يعني انا عقلت على الصغر ديالي كله عصا، انا بعدا واحد النهار كنت ضربني حتى الدم كيخرج لي من هنايا مني، يعني كان تعدو بزاف، والمشكله ما كاين لا مراقبه لا والو. و يعني وصفات وصلنا 18 عام عاوتاني واحد المشكل كبير، يعني قرينا الحمد لله، انا وصلت للباك الحمد لله قاري واعي وحافظ القران و يعني كنت كنجيب واحد النقاط زوينين، بقى فيا الحال جاتني واحد ديبريسيون خايبه من جيت القرايه وجيت الام، لحقاش الام كنت كنفكر بزاف، كنقول حتى انا يعني ما عمرني عرفت شي محنه من غير ديال الله عز وجل، كنفكر كنقول على الام ديالي فين هي العائله، يعني انا ما يمكنش تكون غاب بحال هكاك. صافي تما بالباك هادي كنعقل، يعني طحت تمايا جاتني واحد ديبريسيون خايبه دخلت عليها السبيطار. اسمح لي هادشي كامل انت مازال في الحسيمه؟ هادشي مازال الحسيمه، في الحسيمه، ولكن الباك ملي وصلت ل 18 عام داونا لكازا هنايا، قريت انا السيزيام والباك هنا في كازا، لقاش تما ما عندهمش ما كانوش كيقراو مزيان، ولكن اخويا انا بحال حياتي كنحس بها ضاعت. قول لي نسولك، يعني اول مره كتعرف راسك ماشي ولد ديك الام اللي خلصوا غيقول لك بلي انت غير ولد خير، كيف انت وكيفاش عرفت؟ يعني اخويا انا تصدمت، قالوا لي الام ديالي، انا قلت للمديره دابا هي قوريه، قلت لها انا ما بغيتش نمشي عند العائله ديالي، انا خصني نكون بحالة الصحيه،
يمكنش مشي عندهم انا ما خدام عند واحد النفس يعني خايبه شويه، ما يمكنش مشي عندهم انا ما عندي في يدي والو. وبقى فيا الحال قالت لي سير ما سوقناش حنايا. يعني مشيت انا مشيت بلا تريال، يعني مشيت كان غير كندبر باش مشيت عندهم تصدمت، لقيت صدمه اخرى اخويا، يعني هذه الصدمه الكبيره. يعني بقيت نبكي كنقول اللهم نموت احسن ليا، احسن ليا ما نشوف هذاك المظهر. يعني لقيت الام مسكينه مريضه وقالت لي سير بحالك، عطاني جوج كلمات قالت لي سير بحالك. عطاني من الاول كيفاش لقيتيها، كيفاش جبتيها، كيفاش لقيتيها؟ يعني اخويا انا ما درتش شي مجهود، انا الجمعيه دابا الجمعيه سطعتهم، قلت لهم انا عاونوني ما هذه ما وقعت لي واحد الميديكال غير مجيت الصحه. قلت لهم عاونوني الحمد لله كنقرا بغيت نخدم يعني ميديكال غير ميديكال، هما ما بغاوش يعاونوني. يعني كيفاش كتجيك في الصحه هنا في هنا راه ما حتى واحد ما تيعقل عليك. براسو ما تقول الجمعيه تيقول لك حنا ما عندنا نديرو لك. يعني ماشي شي حاجه اللي كراف وانا مقطوع على رجلي ولا الحمد لله راه كان راه واعي راه الحمد لله راه كنت داير ايكونومي راه يعني راه القرايه راه اي حاجه نقولها لك دابا خويا، ولكن المشكله هنا ما تيقدروش الانسان. وبالنسبه نرجع للموضوع، يعني فاش قالت لي سير عند الام سير عند الوالدين ديالك، يعني انا وصلت عنده بقيت كنبكي. يعني كنقول يعني شو انا دابا ما عندي باش نفعها وهي ما عندها باش تنفعني، وهي ساكنه عند خالتي، خالتي هي اللي جاب الله خالتي بعدا راه كتهلا فيها كتمشي تخدم كتعطيها ما تاكل وتشرب. وقول هي ما عايشاش حتى هي، قول كيفاش تقبلاتك ملي شافتك جيتي قلتي لها انا هي الصراحه على ضغوطات هي مسكينه على والو، واحد جدي اللي قبيح انا دعيت عليه داك جدي قلت لي انت ما عندكش القبر ديالك ما عندكش فين غتنعس، يعني دمرتينا جريتي عندنا في الشارع حنا جبنا لك واول مخرج هو سبب تولي هو سببي هذاك جدي قبيح بزاف. ذنبك انت ديك الساعه ديال الصغار واش ندنبنا خويا، حنا ما كتعرف والو، كتعرف تاكل وتشرب والو، ما كتعرف ولد قول له 4 سنين حنا شنو والو، انا راه الحمال لا حرك راه يمكن قبال هنا راه ما عقلتش على 3 سنين وعامين حقاش ما تقدرش عقل عليهم، راه ولكن يمكن جرى عندنا جرى عليها فاش كانت حامله، يمكن هي كنتذكر واقيلا فاش كانت حامله وبقات بيا في الشارع حتى ولد تولد. واكبر يعني ابتلاء ماشي داك هو فاش كبرت، فاش كبرت اخويا بقات كترجع لي ما كنعش ما بقاش كيجيني النعاس دائما نفس ظلمات كتبان لي ظلمات. كنقول واحد النهار وحق الله ما نكذب عليك اخويا كنت غندير واحد الكارثه خايبه، مشيت شربت واحد البواطه الدواء قلت باغي صافي يا ربي غديني، انا كنقول انا ما بغيتش نديرها، انا الحمد لله على ود الايمان ديال الله عز وجل وكان حافظ شي حافظ ايات قرانيه، وهي كنوصل لجهه الله صافي تنحبس تنفراني تنبغي ندير شي حاجه تنقول صافي اللهم الموت ولا يعني تبقى ندل انا ما كنحملش يعني تمشي تطلب بنادم هادي تقول لي هذا يعني الام ديالي اخويا ما جلستش معاها بزاف انا تقول شي 5 دقائق ولا مشيت بحال يعني خويا 5 دقائق بالحسن يعني ما عمرني جلست انا ما عرفتش شنو هي قال محنان كاع في الصغر من تزاديت ما عرفتش شنو محنان الحوار اللي دار خويا الحوار اللي دار بيني وبينها سلمت عليها بسلا راسها وكنقول هذيك اللحظه كنقول اللهم نموت الله بقات مسكينه مريضه يعني ما كتقدرش تحرم وتهضر تهضر ما تقدرش تهضر تقدر تقول يا ولدي اسمع هذيك ولدي كي بقيتي يعني 25 عام يعني حتى واحد وكنبقى نبكي يعني صافي واحد الاكتئاب خايب جاني. سولتها شي اسئله وسولتها خويا قلت لها واش انا هو ولدك قالت لي بقات تشوف فيا عرفتها من العيني عرفتها انا امي انا حسيت بها ولكن هي ما بغاتش تعبر لي على حتى حاجه يعني بحال هذاك جدي دابا باقي ضغط عليها حد الان. سولتها وخويا سولت عائله الام يعني كامله هذيك خالتي ولكن حتى واحد ما بغى يقول لها حقيقه يعني الحقيقه ما بغاش يقول واحد الكوميسير اللي تما راه قال لي سير دعيهم وهادي وتخربيق قلت لهم دعيتهم الله انا ما ندعي حتى واحد قال لي سير دعيهم باش تاخذ حقك ما عرفتش تما ما قلت ليش غادي ناخذ انا حقي غناخذ لا راه يعني حياتنا كتضيع في هذا المغرب راه حتى واحد ما الحاله النفسيه ديالك يعني خويا نقول لك دابا الحاله النفسيه مدمره يعني ما كناكل ما كترشق ليا كنمشي اي بلاصه وخا تمشي وتحط ليا الجنه اللي عند الله استغفر الله على العظيم على الهضره شي الحور العين هذاك تحط ليا شي حاجه تقول لي ما كايناش تقول لي ها هي نقول لك انا صافي نقول لك انا ما بغيت حتى حاجه انا تقول لي موت احسن لك هادشي كامل حتى 25 عام وانت كتقلب على الام ملي لقيتها والمشكله تصدمت في الام اللي رباتني تصدمت فيها انا كنت باغي زعما في هذيك الحاله ديال كورونا عشت في الزنقه خويا
انت راه عرفتي الدراري اللي معانا راه واحد حرق بعدا راه شفت واحد راه مشى لبرشلونه. قلت ليه كي درتي لي بغيت نمشي نموت فشي ارض اخرى ما بغيتش هنايا نبقى مدلول هنايا سير طلب هنايا سير يعني ما كتلقى حتى شي مخرج دائما كتلقى البيبان مسدودين اخويا هادشي اللي كاين. حميد واش مستقر في الحياه ديالك؟ والله اخويا ما عمرني عرفت الاستقرار انا بعدا منين تزاد فكرت فمي ما عمرني استقرار الزنقه عاوتاني فاش قريت الحمد لله كنت شويه مستقر شويه عاوتاني الزنقه واكبر تشرد هو فاش كبرت يعني كون كنقول لك ما كبرتش حسن كون بقيت صغير ولا مت ولا كون مشيت عند الله حسن ليا. واش كطالب اليوم اخويا؟ كنطالبها بجوج حوايج. انا راه عييت من يعني كتجيني واحد ديبريسيون خايبه الحمد لله راه ماشي شي واحد اللي تيكمي ولا تيدير شي حاجه الحمد لله راه واعي غير تجيني هذيك الحاله ديال ديبريسيون تنبغي نطيح بحال هذيك سميتو طيح لي طونسيون ما كنلقاش الاستقرار بعد الكره دائما مشكله الزنقه يعني ما كنلقاش فين غنسكن والماكله اللي كليت انا ما مسوقش انا الماكله اصلا ما كناكل وكنمشي نتبوع حاشاك في الطواليت يعني ما كترشق لي على والو خويا انا بغيت غير مساعده نفسانيه مهم وشي استقرار يعني غير استقراري انا غير لوكال. خدمه واش خدامه وخويا؟ والله ما خدام يعني ملي كيوقع لي هادشي بزاف كنمشي نخدم ولكن ملي كنبقى يعني خصني هادشي يعني كان هادشي راه ساهل العلاج ديالو ساهل ولكن هنا انا تيبان ليا كبير على حارتي علاش حقاش باقي عايش مع داك الجانب ديال الام ديالي وجانب العائله وجانب وباقي عايش بهذيك الضغوطات النفسيه وما لقيتش اللي غيفهمني اخويا الصراحه ما نكذبش عليك. نتمنوا ان شاء الله يكون خير على المشاهدين ديالنا ان شاء الله نتمنوا يعني نتمنى الاستقرار ان شاء الله. وخويا واحد الكلمه بغيت نقول لك وكنطلب من قال لك ان الله لا يضيع اجر المحسنين يعني الله ما غيضيعش اجر المحسنين الا درتي شي خير يعني راه لوجه الله والله حتى واحد ما غيضيعو. انا كنطلبها من المحسنين ومن الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج ومن القلوب اللينه اللي بغيتهم يعاونوني غير على الكراء يعني هاد الكراء دائما خرج ليا انا بطريق يعني كنبغي غير نجلس بعض المرات ملي كنجلس كنركز كنعرف شنو كندير ولكن ملي كنلقى ضغوطات عليا كنلقى راسي هذاك الشيء اللي عاودت لك اخويا دابا ديال العائله يعني كنلقى راسي دائما فواحد الدوامه والدوامه ما كنخرجش منها. والله يجازيك بخير اخويا وشكرا